مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في برنامج ابن مصر. في عهد الخديوي اسماعيل استطاعت مصر ان تنشئ قناه في الجغرافيا لربط مصر بالعالم، هي قناه السويس. واستطاعت مصر ان تنشئ قناه في التاريخ لربط مصر بنفسها فنيا وثقافيا وفكريا. نقدم لحضراتكم هذه الحلقه الخاصه جدا من اقدم دار اوبرا في افريقيا والعالم العربي. كل الفنون ترتبط بالنسب، كلها ولاد خالة. الكتابة والغنى والتصوير والتمثيل والإخراج فيها من المشترك أكثر ما فيها من المختلف. قد تختلف نسب التكوين، عناصر التفاعل، لكن الكيمياء هي نفسها، التفاعل بين المبدع وجمهوره. الفنان يعطي إبداعا متوقع أن يأخذ حبا. ابن مصر في هذه الحلقة هي سيدة مصرية، هي ثاني امرأة تتولى رئاسة دار الأوبرا المصرية، واحدة من أفضل 10 نساء في مصر في القرن العشرين. استطاعت أن تنقل الموسيقى الشرقية إلى عمق الأوبرا العالمية. استطاعت أن تمزج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الكلاسيكية السيمفونية. استطاعت بالعزف والموسيقى والفن أن تخاطب شعوب العالم. هذه السيدة لم تكن شيئاً إلا إذا تحمست، تتحمس لفكرة، لصوت، لنغمة، لجملة موسيقية. حياتها عبارة عن مجموعة من الجمل الموسيقية، فيها من الشوق أحياناً والحب أحياناً والألم أحياناً وحب مصر دائماً. عازفة الفلوت الأولى في مصر والعالم العربي الدكتورة إيناس عبد الدايم.